إن كانت الحجة الإسرائيلية لقمع المرابطين داخل المسجد الأقصى هو إخلالهم بالأمن والقانون بوصفهم جماعة محظورة حسب ادعاء الاحتلال، فما هو مبرر الاعتداءات على موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية؟ في مقدمة هؤلاء الموظفين الحراس الذين ينالون جرعة دسمة من الضرب والاعتقال في كل مرة يحلون فيها دون قيام المقتحمين للحرم الشريف بأعمال مستفزة لمشاعر المسلمين. اللي بيغش من باب المغاربة سائح أو يهودي يعني بتفتش تفتيش دقيق، ولكن للأسف الشديد يعني مش الكل بتفتش الظاهر، لأنه مسكنا عدة مرات إنه في معهم زجاجات يعني خمر، مسكنا معهم مثلا أشياء بدهم يحاولوا يصلوا. في الفترة الأخيرة أوقفت شرطة الاحتلال 7 من الحراس عدة ساعات بعد الهجوم على 2 منهم بالضرب المبرح لمنعهم سائحا فرنسيا من أصل يهودي من رفع العلم الإسرائيلي في قلب باحات الحرم الشريف. لا تتوقف الانتهاكات التي يتعرض لها الموظفون العاملون في الأقصى عند هذا الحد، فبعضهم يمنع من أداء واجبه ويبعد عن أولى القبلتين. حاليا يحظر دخول 6 من هؤلاء الموظفين. تتراوح فترة الإبعاد من أشهر إلى سنة وهي قابلة للتمديد وفق رغبة محكمة الاحتلال، أما المبعدون أنفسهم فهم يعتقدون أن الهدف مما تقوم به سلطات الاحتلال هو إفراغ الأقصى من جميع المسلمين مهما كان الغرض من تواجدهم هناك. يعني اليوم الحكومة الإسرائيلية معنية أن الحراس ما تتدخل ولا بأي شيء في داخل المسجد الأقصى، وهو بطبيعة الحال هذا مكان عملهم، وما بيقدر مثلا واحد يشتغل في مكان ما يتدخل بإشي فيه. يعني الحكومة الإسرائيلية بتحاول إنه الجولة اللي بيسويها من خلال الاقتحامات لمجموعات المستوطنين إنه تكون فارغة للساحات من أي مسلم موجود حتى لو كان حارس في المسجد الأقصى. أجوني المخابرات الإسرائيلية على الدار الصبح، اعتقلوني الصبح وأخذوني على مخفر الشرطة مسمى الإشلة، أعطوني قرار إبعاد عن المسجد. بيّن في الورق إنه سنة وشهرين. سألناهم شو التهمة شو السبب هذا، قالوا إنه هذا عسكري وما بتقدر ترجع فيه. ويخشى هؤلاء الموظفون أنهم إذا استمرت سياسة الاحتلال هذه فإن الأوقاف الإسلامية ستفقد كامل صلاحياتها وتصبح ساحات الأقصى مرتعا آمنا لعشرات لا بل لمئات المستوطنين يوميا. بشار صغير للتلفزيون العربي، القدس.